السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وشكرا. قلل هيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم من حظوظ المنتخب الوطني المغربي في المنافسة على لقب كأس إفريقيا المقرر إقامتها شهر يناير المقبل بدولة الكاميرون، وقال المدرب الثعلب في تصريحات أدلى بها لمجلة أونز مونديال إن الأسود تأهلوا في مجموعة ليست بالصعبة، كما أن جميع مبارياتهم الإقصائية جرت داخل ملاعب بالمغرب. وعن حظوظ أبناء المدرب خليل جيتش في العرس الإفريقي، فأبرز المدرب السابق للأسود بأن حظوظ الأخير ستكون قائمة في الظفر بلقب الكان، لكن بعد المنتخبات التي تعد المرشحة الأولى لنيل اللقب ويتعلق الأمر بالجزائر والسنغال والكاميرون. يذكر أن رونار تابع مباريات منتخب الرديف بقطر على هامش كأس العرب الجارية حاليا بالدوحة.